الأصائل المملوكة لأبناء القبائل مسافتنا المعتادة والمقررة هي 5 كيلومترات انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع، ولكن نسير بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهني الاندفاع التلقائي الحاضر دائما من المقدمة والشمالية من قادة المجموعة راشد بن علي بن خليفة الرميثي، متابعا لانطلاقة الشمالية المركز الثاني. أرى التحديات لمودة بشعار مصبح بن سعيد بن راشد الخاطري، ومع المركز الثالث أرهني الشايبة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، متابعا لانطلاقة الشايبة مع المركز الثالث. رابعا مشاهدينا متابعين الكرام، أرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من جمايل لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مجارح المري، متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز الخامس نوف بشعر حمد بن سلطان بن درويش المنصوري ننطلق مع المركز السادس وأرهني أشواق للسلطان بن مطر بن مرخان من أعلن انطلاقة أشواق مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التحديات القادمة من حلوة لعبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، ومع المركز الثامن من الجانب الآخر أرى التحديات أيضا لقوت بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، ومع المركز التاسع التحديات للشايبة اللي انطلقت في هذه اللحظات لمحمد بن ناصر بن حمود بن شافي القحطاني وعاش. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز العاشر أرى التحديات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام للصائلة لمسري بن سالم بالعرضي الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة يا سلام، والشمالية على رأس الحربة، الشمالية على المقدمة منذ البداية تقود هذه الجموع مشاهدينا متابعينا الكرام لراشد بن علي بن خليفة الرميثي. من تنطلق بالصدارة، من تنطلق بالمقدمة، ومع المركز الثاني أرهني الشايبة لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. ومع المركز الثالث نتابع مودة لمصبح بن سعيد بن راشد الخاطري من أعلن انطلاقة مودة مع المركز الثالث الكوكب الثلاثية أيضا، والتحديات القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع جمايل بشعار علي بن حمد بن علي بن مجارح المري، ومع المركز الخامس نتابع التحديات في هذه اللحظات والتسلل من نوف بشعار حمد بن سلطان بن درويش المنصوري أشواق من الجانب الآخر، مع المركز السادس للسلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وأرى التسلل مع المركز السابع أرهني حلوة وعبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، متابعا لانطلاقة حلوة. ثامن التحديات مشغلة لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان، وتاسعا من الجانب الآخر أرى هناك الصايلة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، وأرى التحديات أيضا في هذه اللحظات من سيطرة لسامي بن محمد بن علي الوهيبي من بدأت تتسلل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، والشمالية تنفرد
تنفرد عن الجميع أيضا، تنطلق بتحديات الكبار، تنطلق بالمقدمة على رأس الحرب منذ البداية. راشد بن علي بن خليفة الرميثي، من يتابع انطلاقة الشمالية اللي منفردة منذ البداية وهي تنطلق بهذا التحدي المثير وهذا الانطلاق الرائع. نتابع المركز الثاني، وأرى هناك أيضا أرى الشايبة من تنطلق مع المركز الثاني لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي، وأرى التسلل مع المركز الثالث. أرى التحديات من جمايل لعلي بن حمد بن علي بن مقارح المري، من أعلن انطلاقة جمايل. رابع التحديات القدوم لأشواق للسلطان بن مطرب مرخان الاكتبي، وأرى الانطلاق أيضا المثير مع المركز الخامس. أرى هني نوف حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. هذه الكوكبة الخماسية مشاهدينا متابعينا الكرام، الشمالية قفلت على مجريات هذا الشوط، باعدت المسافة جرت الشوط منذ البداية بهذا الشعار، شعار علي راشد بن علي بن خليفة الرميثي، من أعلن انطلاق الشمالية وهي تباعد المسافة بدون أي أوامر. حتى هذه اللحظات الركض تلقائي والاندفاع تلقائي بدون أي أوامر. ولكن أرى هني جمايل مع المركز الثاني لعلي بن حمد بن مقارح المري، ومع المركز الثالث أشواق بشعر سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. واللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، الانطلاقات الرائعة. هناك أيضا نتابع شعار رئيس الهجانة على مقدمة هذا الشوط. والشمالية بدون أي منافس قامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا لراشد بن علي بن خليفة الرميثي على فوز الشمالية بالمركز الأول وبدون أي منازع تصل إلى خط النهاية منفردة بناموس هذا الشوط. تهانينا لراشد بن علي بن خليفة الرميثي. المركز الثاني تصل فيه جمايل لعلي بن حمد بن مقارح المري. المركز الثالث أشواق لسلطان بن مطر مرخان. المركز الرابع التحديات من كحيلة لعلي بن أحمد بن حمودة الظاهري. والمركز الخامس التحديات من مشغلة لصعيب السلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشمالية إلى خط النهاية، 8:03 بالوفاء والتمام. تهانينا لراشد بن علي بن خليفة الرميثي على فوز الشمالية بالمركز الأول. جمايل تصل مع المركز الثاني، تأتي أيضا في فترة زمنية مقدارها. هذه لحظات الوصول، 8:08 جزئين من الثانية. تهانينا لعلي بن حمد بن مقارح المري واللي وصلت مع المركز الثالث. المركز الثالث تصل فيه أشواق 8:10 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا للسلطان بن مطر بن مرخان، تهانينا للجميع والناموس.